عذرا إجماليا للعلماء رحمة الله عليهم، فقال لنعلم أصلا مهما، وأنه ما من أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما. قوله قبولا عاما معنى ذلك أنه لا يمكن أننا نأخذ من أحد من العلماء كل ما يقوله ونقبله مسلما، إذ كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر وهو محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام مالك. وهذا معنى قوله قبولا عاما أي في الجملة. وأما القبول المفصل فلا أحد يقبل قوله على سبيل التفصيل في كل الجزئيات إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته. ولذلك هؤلاء الأئمة الذين تقبلتهم الأمة وأثنت عليهم ما من واحد منهم إلا ونقل عنه أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، أو قال إذا جاءكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. وقد جمع الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله ذكر بابا فيما نقل عن الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة المتبوعين كالأوزاعي والليث بن سعد وعبد الله بن وهب المصري وغيرهم وسفيان بن عيينة المكي وسفيان بن سعيد الثوري الكوفي وغيرهم من علماء الأمصار في البصرة والكوفة والشام ومصر والحجاز واليمن وغيرهم من الأمصار، كلهم يقول إذا جاء الحديث فاعملوا به وارموا بقولي عرض الحائط. ولذلك طرح الله عز وجل لهؤلاء الأئمة ولقولهم القبول. وقد جاء عن بعض السلف وألمح له الشيخ تقي الدين أن هؤلاء الأئمة الذين أجمعت الأمة على الثناء عليهم فإنه يرجى أن يكون ثناء الأمة عليهم سببا للتزكية لهم. فقد جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثني عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر عليه بجنازة أخرى فأثني عليها بشر فقال وجبت. قالوا ما وجبت؟ قال الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه. فالأئمة الأربعة المتبوعون عليهم رحمة الله وغيرهم من الأئمة والفقهاء الذين أجمعت الأمة على قبولهم قبولا عاما، هؤلاء لهم من المكانة والسمو لقولهم ولمكانهم عند الله عز وجل ما يرجى لهم به الخير العظيم عنده سبحانه وتعالى. ولو لم يكن من ذلك إلا دعوة الناس لهم، فما من يوم إلا ويذكرهم العلماء ويذكرهم الناس خاصتهم من العلماء وعامتهم من طلبة العلم فيثنون عليهم ويدعون لهم. يقول الشيخ إن هؤلاء جميعا يجب أن يستقر في ذهنك أنه لم يتعمد أحد منهم مخالفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يذكر القرآن لأن هذا مسلم، ما من أحد يخالف القرآن، ولكن قال لم يتعمد أحد منهم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لا في دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا يعني مجمعا به على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما من فرقة من فرق المسلمين وما من طائفة من طوائفهم إلا ويقولون السنة حجة، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة بلا خلاف بلا خلاف. حتى بعض الطوائف المنحرفة يقولون السنة حجة وإن جعلوا لها قيودا معينة، كما أشار لذلك بعض المشايخ في القرن الماضي وهو الشيخ عبد الغني عبد الخالق في كتابه حجية السنة. فما من فرقة من فرق المسلمين إلا وتقول السنة حجة، لكنهم يختلفون في جعل قيود وشروط في القبول للحديث. قال وعلى أن كل واحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد من عذر في تركه، أي لا بد له من عذر في تركه. عندي هنا مسألتان قصيرتان. المسألة الأولى أن قول الشيخ رحمة الله عليه أنه ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك، فإذا وجد لهم قول يخالف الحديث فإنما هو لعذر، نقل عن بعض العلماء
أنه قال كل حديث خالف قول إمامنا فهو مؤول أو منسوخ. ذكره أبو زيد في تأسيس النظر، قال إن كل حديث يخالف قول إمامنا فإنه إما أن يكون منسوخا أو مؤولا. هذا القول من أبي زيد رحمة الله عليه الدبوسي ليس هذا من باب رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من باب قوله أن هذا الحديث سبب عدم عمل أصحابنا من فقهاء الحنفية به أنه إما أنه عندنا منسوخ أو أنه عندنا مؤول بتأويل معين. فحقيقة قول أبي زيد الاعتذار عن ما يظن أنه عدم عمل بالحديث وليس رد الحديث، انتبه الفرق بين الثنتين. وإنما ذكرت هذا القول بخصوصه لأن بعض الناس قد يعنف على بعض أتباع مذهب الإمام أبي حنيفة بمقولة أبي زيد هذه وليس فهمها بالدقيق، فإن أبا زيد أراد أن يقدم العذر مثل ما ذكر العذر هنا الشيخ تقي الدين، والشيخ عذره مثل العذر الذي ذكره أبو زيد في تأسيس النظر. المسألة الثانية وهو أن لا يجوز لامرئ أن يقول إن الحق في واحد من المذاهب الأربعة أو في قول فلان من الناس دون من عداه، لا يجوز له ذلك. بل قد حكى ابن مفلح عن الشيخ تقي الدين أنه قال إن من يقول إن الحق في أحد المذاهب دون ما عداه أو في قول فلان دون من عداه فإن هذا مخالف للسنة، بل يجب أن يؤدب وأن يستتاب على قوله، لأن الحق إنما هو في الكتاب والسنة، وكل العلماء يجزم أن قوله يحتمل الخطأ، بل ما من امرئ أصاب في كل قول، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم.